فإنكم تعلمون أيها الإخوة أن الناس في حبهم أو بغضهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول منهم من يحبون محبة خالصة لا يخالطها بغض أبدا، كالملائكة وكأولياء الله وعلى رأسهم أنبياء الله ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يبغض بغضا مطلقا لا حب معه، وهم الكفار والمنافقون فإنهم لا يحبون أبدا. ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهم المؤمنون الذين يرتكبون المعاصي.